اقترحنا عليهم علاش ما نديروش شبكه، والاهداف ديالها هي بدات تتبان. اللي وصلنا له دروكا حاليا اننا عندنا واحد الشبكه في 24 مدينه، وكل مدينه تتجيب داك الشيء اللي عندها وتستافد، وكاين واحد التبادل ما بين الاعضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بالنسبه للتاثير فاكيد هو تاثير ايجابي، التاثير ديال شبيك المدن على الشان المحلي في تدبير النفايات بالنسبة لمدينة تيزنيت. فالمدينة ديالنا أو الجماعة ديال تيزنيت استفدت من مجموعة من اللقاءات، استفدت من دورات تكوينية ومن زيارات ميدانية لبعض المدن. الأطر التقنية ديال الجامعة استفدت بطبيعة الحال، وهذا الشيء كينعكس إيجابا على تطوير ديال لا الجامع ديال النفايات المنزلية، وعنده كذلك تأثير على الجانب ديال التوعية ديال الساكنة من أجل التوعية والتحسيس بالأهمية ديال تطوير ديال العملية ديال جمع النفايات المنزلية على العموم، وكذلك في مجال ديال الفرز من مصدر للجامعة ديالنا المدينة ديال تيزنيت عندها تجربة فتية خاصة بالنسبة على مستوى المؤسسة التعليمية،
واللي نتمنى ان شاء الله انها تطور مع هذا البرنامج هذا ديال التعاون بين الجامعات. هذا التدبير ديال الشأن المحلي ديال النفايات هو الإشكالية الكبيرة اللي متواجدة في الصعيد الوطني. فهناك يعني جماعات اللي كتدبر هذا التدبير ديال النفايات مباشر، وهناك جماعات اللي هي فوضات هذا التدبير هذا. في كل الحالات يعني في هذه الحالة ولا في هذا كاين عندك واجبات نحو المواطن. وكنشوفوا على مع الصعيد الوطني كنشوفوا مجموعة ديال المطارح اللي هي عشوائية، وكنشوفوا الطريقة ديال الجمع اللي هي يعني بين قوسين كانت فيها إشكالية، كنشوفوا يعني المعالج ديال النفايات اللي فيها تناقش، كنشوفوا واحد مجموعة ديال المسائل. فملي تخلق يعني هاد الريزو هذا وهاد الشبكة هذه فتح واحد الفرصة من أجل يعني اللقاء أولا ديال المهندسين والتقنيين مع النظراء ديالهم في الجامعات الأخرى للاستفادة من التجارب ديال التقنيين وهاد المهندسين. هاد التجارب يعني كيفها أيضا اللي هي عندها يعني تجارب ميدانية اللي من خلالها خلال الزيارات ديال المدن كتم يعني برمجة زيارة لواحد المكان معين، سواء مطرح سواء مثلا واحد المقر ديال واحد المشروع اللي هو مثالي بشراكة إما على الجهة الزيادة ولا مع الداخلي ولا على وزارة البيئة، ولكن كتبقى جماعة محتضنة هذا اللقاء هذا هي اللي كتدي هاد الناس باش يشوفوا. وبالتالي هاد الشبكة هادي خلقت لنا واحد الفرصة ديال التواصل مع الأصدقاء الآخرين المهندسين والتقنيين في الجامعات الأخرى، خلقتنا واحد الفرصة أننا نعرفوا ما يتم إنجازه في الجامعات الأخرى، خلقتنا واحد الفرصة أيضا أننا نناقشوا السلبيات والأخطاء اللي وقعوا فيها الجامعات الأخرى حتى ما نوقعوش فيها حتى حنا. مدينة بن سليمان كانت دائما متواجدة منذ تأسيس الشبكة 8 مايو 2012، كان التواجد ديما الشبكة المدرسة بالنسبة لمدينة تلمسون. احنا في المراحل الأخيرة ديال إطلاق ديال المشروع ديال البناء ديال مطرح جديد ديال النفايات بالمواصفات العصرية اللي غيكون فيها التثمين والفرز والطمر ديال النفايات، وبالتالي حبذا لو ان الاطر ديال الجماعه موظفين وعمال وكذلك بالنسبه للمنتخبين ان تكون عندنا واحد تثمين القدرات ديال ان في اطار هذا البرنامج هذا نتمكنوا من التثمين ديال القدرات ديالنا جميعا في المجال ديال المراقبه ديال هذا المشروع هذا، خاصه غيكون في اطار تدبير المفاوض. أود أن أتكلم بصفة عامة على الانعكاسات الإيجابية لهذه الشبكة على تدبير النفايات بالمغرب، ومن وراء ذلك بجميع المدن المنخرطة بالشبكة، بحيث تعتبر هذه الشبكة فضاء مثمر ومفيد لتقاسم التجارب والمسائل الإيجابية ما يصطلح عليه بلي بون براتيك. هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر كما أشرت تقوي قدرات المسؤولين المحليين عن طريق جانب التكوين في جميع المناحي السالفة الذكر. مدينة طنجة انفتحت وعطات التجربة ديالها، وكنا رحنا الإشارة ودرنا هنا كمدينة طنجة درنا تكوينات للمدن في رفض الإطار وعطينا التجربة ديالنا بالسلبية ديالها. عرضنا مثلا كان أول لقاء ديال الشبكة في مدينة طنجة، بطبيعة الحال عرضنا كنا كنديروا له بارتاج ماشي ديال لي بون براتيك، بالعكس كنا كنديروا له بارتاج دي موفيز براتيك باش ما يسقطوش في اخرين. وكنا حنا دعم للمدن تقريبا في المغرب كله بقضيه بريبارسيون كي تشارج، قضيه ديال الكونترول يعني داك المونيتورينغ الدليل اللي كاين موجود. راه مدينه طنجه الكيستيون ديال لي ديشارج، راه التجربه ديال طنجه رغم ان عندها ديشارج نون كونترولي ولكن فادت اعضاء الشبكه كاملين. بالعكس يعني هذيك اللوم كاين خوف كاين كذا، كيف قال الاخ المعلومه ما كايناش، ما كيبغيوش يفتحوا ويشرحوا كل شيء كتجربه ديالهم واستفدوا منها، ما بقاوش يعني نخافوا ما نعطوش معلومه. بالعكس حنايا فتحنا المجال، عطينا الوثائق، فدنا الناس كاملين، مشينا درنا تكوينات للناس في جامعات اخرى وفي مدن اخرى والى غير ذلك. بالنسبه لنا كجماعه تطوان الرؤية ديالنا الأنشطة ديال الشبكة
المتوسط ديال تدبيرني في هذه الصلبه كانت رؤيه من الجانب الايجابي ديالها، من جانب اكتساب خبرات جديده، خاصه وان تطوان تعرف تقدما ملموسا في السنوات الاخيره، وهذا راجع للمجهودات الساميه لصاحب الجلاله الذي اولى لها اهتمام كبير. وليس لكم الا ان تنظروا وانتم تتجولون في مدينه تطوان على ان واحد التغيير كبير حدث في تطوان، لا من ناحيه التهيئه العمرانيه، لا من ناحيه المناطق الخضراء، لا من ناحيه ديال مجال النفايات الصلبه، والتي هي محور هذا اللقاء الاول ديال شبكه